واحدة من أهم المعينات على الاستمرار والبقاء في وضع أفضل إنك تعرف أنك لست ملك نفسك، إن الله سبحانه وتعالى أعطاك ما أعطاك وأودع فيك ما أودع لأنه يعلم مسبقا سبحانه وتعالى في علمه، سبق في علمه أن مثلك إذا أخذ سينفق، الذين إذا مكناه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. دخلت أي مكان، اشتغلت مع أي حد، خدت أي فرصة، خدت أي مكانة، أشاروا لك بالبنان، حطوا ذكرك واسمك، اعلم إن كل ده أنت مندوب من قبل الله سبحانه وتعالى كي تحصل على خير غيرك من الذين لم يستطيعون الدخول في نفس المكان الذي دخلت فيه أو لم يحصلوا على نفس المكان الذي أنت فيها، لهم في ذلك حظ ونصيب. فما كان ما كان لك إلا أن تعطي الآخرين منه. فلو كسلت وما اجتهدتش أنت لم تفرط في حق نفسك فقط، ولكن ستسأل عن تفريطك في حق الآخرين. قال عز وجل: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم.